انت ما عملتش حاجه. طيب اهدى اهدى وخلنا اكلم امكم. طيب لو سمحتوا اكلم امكم. اه ها؟ عجبك الموضوع؟ اه هذا اللي جايين يخلون اللي جايين يضحكون. ها؟ لحظة هدوء هدوء نرجع لتول شيء امكم وام التوائم. الله يعينك انت بدال القصر قصور ما بلاقيت في الجنة انت. ربنا يخليك. انت كيف متحمل الموضوع الحرب اللي شغالة في البيت هذا؟ اه والله حاجة صعبة جدا. ازاي يعني شو بيصير عندكم في البيت؟ لا يعني من قبل ما يفتحوا عينيهم من النوم بيفكروا هيخططوا لايه ويعملوا ايه هم الثلاثه. اه الحاجه لا الموضوع مش سهل. طيب احكي لنا موقف صار عندك في البيت يدل على في تخطيط كبير مع هالعائله هاي. مره كنت يعني ما بقفش في المطبخ كتير يعني بس قلت يعني ربع ساعه كده بقف اعمل حاجه بسرعه فما سمعتش صوتهم في البيت طلعت اجري لقيت أيوة. بسام اللي لابس غوج واقف على باب الاوضه. ايوه وبلال واقف. اهدوا فوق. لحظه شويه اهدوا عايز اسمع عمكم يتكلم. ايوه كملوا. واحد واقف على باب الاوضه والثاني وبلال اللي لابس جون واقف فوق السرير. ايوه ويوسف واقف فوق الدولاب البلاكار من فوق خالص. الله بلال بقى واقف يقول له هات الحاجات اللي فوق بتاعت مامي والثاني واقف يراقب على باب الاوضه. واحد يراقب والثاني يوجه والثالث يسرق فوق. انتوا عصابة. طيب شو بتغنوا لنا؟ انا خمس دقايق ما رمت اتحملهم. انت كيف اتحملتهم في البيت؟ والله حركت. حتغنوا ايه؟ ايوه بستناك. غنوا لي بستناك. جاهزين؟ راح اخليكم مع عصابة الدمار والشر يوسف وبلال وبسام من مصر. خلصنا خلصنا. اليسا طبعا انت ما عرفت شو الغنيه اللي غنوها. مضبوطه. ها؟ اكلم اليسا. طبعا انت ما عرفت الاغنيه. لا والله ما عرفت غنيها. ما عرفتي ها؟ كل واحد في جنب. تريال. غني ما تغني. والله مو ها؟ انت اللي في النص عايبينك الوضع. طيب لحظه انت منو فيكم يوسف؟ حبطتها. انت يوسف؟ انت بتحب تلعب ايه؟ لا في المايك. عدة. عدة؟ اه. في لعبة اسمها عدة؟ اه. عدتي. لا شو ها؟ عدة. عدة. وانت شو الموضوع اللي يضحك في العدة؟ طيب انت بتحب تلعب ايه؟ كرة. كرة؟ كرة. بتشجع ايه؟ كرة. وانت شو تحب تلعب؟ كرة. انت اسكت. انت شو تحب تلعب؟ والله اسكت. شو تحب تلعب؟ شو تحب تلعب انت؟ بلعب سماعات. ها؟ بلعب سماعات. جننتوني. جمهورنا صوتوا لنا من واحد لتسعة لهالمصيبة اللي عندي هني. صوتوا. اوف. عقبك يا وي.
لله خلصنا خلصنا. تفضلوا. شكرا. لا حيصفق وايد وايد. راح نروح.